أول لقاء يجمع رئيس المرحلة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبي إدنو مع الحكومة الانتقالية أو بالأحرى حكومة الوحدة الوطنية. وجاءت هذه الحكومة على ضوء مخرجات الحوار الوطني الشامل والسيادي الذي احتضنته عاصمة جمينة في شهر أغسطس وسبتمبر الماضيين، حكومة يرأسها السيد صالح كبسابو. هذه الحكومة الانتقالية وحكومة الوحدة الوطنية دخل فيها 22 وزيرا جديدا، وأضمت في جعبتها كل ألوان الطيف السياسي التشادي وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والعسكريين السياسيين الذين شاركوا بقوة في فعاليات الحوار الوطني الشامل والسيادي بعد التوقيع على اتفاقية السلام بالعاصمة القطرية الدوحة في مطلع شهر أغسطس المنصرم. عقب تقديم أعضاء الحكومة الجديدة من قبل رئيس وزراء الحكومة الانتقالية صالح كبزابو إلى فخامة رئيس المرحلة الانتقالية، قدم فخامة رئيس الجمهورية للوزراء الجدد تعليمات صارمة مفادها تطبيق ما خرج به المشاركون في الحوار الوطني الشامل والسيادي من توصيات وقرارات. وتخللت كلمة رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبي إدنو بعضا من التوجيهات التي ركزت على العمل الجاد وترك الجهوية والمحسوبية وتطبيق كل ما جاء في دفتر مهام الحوار الوطني الشامل والسيادي، لأن حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة مهام مدتها 24 شهرا. وطلب فخامته من الحكومة الجديدة بأن تعمل كرجل واحد وبتقنية وحرفية وأمانة، وذلك بهدف تحقيق طموحات الشعب التشادي الذي ينتظر بفارق الصبر تحقيق التنمية والرخاء. وركزت كلمة فخامته على الأمن والأمان والوحدة والتماسك وتحقيق الرفاهية في كل بيت تشادي، ولا يأتي ذلك إلا من خلال العدالة الاجتماعية وتحقيق الواجب والحقوق على حد سواء على أرض الواقع. وانتهز فخامته هذه السانحة وعرب عن تضامنه مع ضحايا الفيضانات التي اجتاحت الأحياء المتاخمة لنهري الشاري وليغون، وطلب من أعضاء الحكومة أن يضعوا هذه الأزمة صوب أعينهم لأنها مشكلة وطنية ونفير جماعي يتطلب مشاركة الجميع من أجل حل شامل وعاجل. وطلب فخامته من الحكومة الجديدة بأن تعمل وبجهد حتى ترسو سفينة الوحدة الوطنية إلى بر الأمان، وذلك من خلال تسخير كل الإمكانيات المتاحة حتى نطبق ما جاء في مخرجات الحوار الوطني، وذلك من خلال إدارة سلسة ومرنة حتى نصل إلى انتقال ديمقراطي سلس وشفاف من أجل رفاهية الشعب التشادي. وركزت كلمة فخامته أيضا على التدقيق وتطبيق الجوانب الإدارية المهمة والمتمثلة في التوظيف والتنظيف والتوجيه والرقابة، وقال أن المهمة التي كلفتم بها يجب أن تأخذ حيزا كبيرا من الاهتمام من أجل الوطن وتنميته وتقدمه، ولا أتي ذلك إلا من خلال ترك المصلحة الخاصة والتفكير بجدية في تنفيذ كل برامج الدولة. وانتهت جلسة مجلس الوزراء بأخذ صورة جماعية ضمت رئيس المرحلة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبي إدنو ورئيس وزراء الحكومة الانتقالية السيد صالح كبزابو وأعضاء حكومة الوحدة الوطنية. حكومة الرابع عشر من أكتوبر التي يعول عليها كثيرا في ترتيب أولويات البلاد ووأد سنين المعاناة والحروب التي مرت بها تشاد هي حكومة وحدة وطنية جاءت لتنفيذ ما تم إقراره في أجندة الفترة الثانية للمرحلة الانتقالية التي يقودها رئيس وزراء الحكومة الانتقالية الجديد صالح كبزابو صاحب 75 عاما والخبرة السياسية والحنكة الإدارية. وفي أول مجلس وزراء عديم منذ إعلان حكومة الوحدة الوطنية خرج أعضاء الحكومة عازمين على تطبيق توجيهات رئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس ديبي إدنو. حكومة مهمة، ما حكومة عادية، والبلد في ظرف طارئ وظرف خاص، وبالتالي سيادة رئيس الجمهورية يقول كلكم تفهموا أنه نحن في مرحلة انتقالية ومرحلة صعبة، وعليه أي واحد في الوزارة المكلف به لابد يطبق توصيات مخرجات المؤتمر، لابد أي واحد يحاول يطبق في خلال، لأن المهام كبيرة والفترة قصيرة والشعب الجادي ينتظر كثير من هذه الحكومة. والرئيس أدى توجيهات واضحة أنه لابد في هذه الفترة الانتقالية نعمل كل الجهد عشان نعيد الثقة للشعب الجادي ونقدم خدمات ملموسة على الأرض. كابوس الطاقة الذي يقض مضاجع الشعب التشادي
والذي وعد رئيس الجمهورية بجعله ماضيا أليما يعتبر من التحديات الجسيمة لحكومة الفترة الانتقالية. الحكومة الانتقالية عندها أشياء في أكشن لازم تعمل قبل 24 أشهر، ومن ضمن الأشياء لازم يكون الطاقة مثلا، لازم يكون في تغيير في حياة التشهدين، والتغيير في حياة التشهدين في مشاريع أخرى، لكن الطاقة في قلب الأشياء، القرارات والأشياء نعملوها عشان حياة المواطنين تغير. نقول الحنبول ده كيف السقانة الجاية دي التشهدين ما يعانوا منها، ده الهدف الأول. يعني كيف نعمل وكيف نعمله كإكيب عشان السخانة دي التشهدين ما يعانوا منها. هذا وقد وضع رئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس ديبيتنو الرعاية الصحية للمواطنين وتقديم الخدمات الاجتماعية ذات الرفاهية للسكان ضمن مساعي هذه الحكومة. رئيس الفترة الانتقالية يعني وجهانا كيف نقوم بعملنا، والفترة دي يعني فترة حساسة. رئيس الجمهورية هو ركز في الطاقة والصحة والتعليم العالي والتضامن الوطني، عنده توجيهات في كل المراحل، يعني يقوم ما داير شيء ينقص، كل واحد خليه يقوم بعمله بجدية وتفاني. لم يستثني مجلس الوزراء العدي أزمة الفيضانات التي اجتاحت العاصمة أنجمينا وبعض من الولايات بالبلاد، حيث تم وضع خطة عاجلة لمجابهة هذه الكارثة الطبيعية وتقديم الدعم اللازم للمتضررين. رئيس أورالينا أكما حقنا أكما التنفيذية أكما بيقدم مع الشعب، يسمع كلامنا الشعب وينتي ريبونس، أكما ينتي أكسيون دي ريزوليسيون ولي كاي دي شارج الديالوغ ناسيونال إنكلوزيف. حتى لنا رئيس دوران منينا نقدم مش نهاد موعد بالسوليداريتي، يعني نأتين دفور أوبجيكتيف أنا ميسيون حقنا ميسيون أتنت كتير وما عندنا وقت عشان أكون حقنا دا غاي ليميتي في الوقت، دونك نسو كدمي على الإنشاف والإلقاء إمباكت في فيانا بوبلاسيون حقنا. 24 شهرا أمام حكومة الوحدة الوطنية تعمل خلالها على تحقيق المصالحة الوطنية ووضع أسس لإعادة بناء الدولة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل والسيادي والحفاظ على مكاسب الديمقراطية، وصولا إلى إخراج البلاد من المرحلة الانتقالية إلى الوضع الدستوري، ومن ثم تنظيم انتخابات تساعد على التداول السلمي للسلطة وبناء دولة تنعم بالرخاء والازدهار.